الى ذلك تتواصل الاحتجاجات الشعبيه والاضرابات العماليه في مختلف المدن الايرانيه احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وانتهاكات حقوق الانسان وتجددت الاحتجاجات في عدة مدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتزايد البطالة وتفشي الغلاء وسط الأزمة الحادة التي تعصف بالسوق الإيرانية وتهاوي قيمة العملة الوطنية لمستوى قياسي غير مسبوق ورفع المحتجون شعارات تطالب بتنحي نظام عن السلطة وتبديله بنظام ديمقراطي يكفل الحريات والتعددية ويخرج الشعب من دوامة العجز الاقتصادي وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف مسلسل الاعدامات والقمع الممنهج الى جانب تعذيب السجناء السياسيين على يد نظام الولي الفقيه